ومعي عبر سكايب من نيويورك الصحفي الأمريكي جوزيف براودي للتعليق على زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. جوزيف، يحكم العلاقات بين الدول المصالح وليس المحبة. ما هي مصالح أمريكا في السعودية؟ الآن ريما، أمريكا ترى أظن في المنطقة تهديدين أمنيين، أوله من جهة الجمعيات التكفيرية داعش ومن يليها، ومن جهة أخرى النظام الإيراني والميليشيات المدعومة إيرانيا. وهناك اعتقاد سائد في الأوساط الأمريكية الحاكمة بأنه لا يمكن الاستناد إلى الميليشيات الإيرانية لمقاومة الجمعيات التكفيرية، بل ينبغي وضع حد من الجانبين. وأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة ترامب الآن ترى السعودية لاعبة أساسية في مقاومة كلا الطرفين هذين. نعم. وما هي مصالح المملكة العربية السعودية مع أمريكا؟ ماذا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية؟ ربما تريد السعودية إعادة النظر أولا من جانب البيت الأبيض فيما يخص الملف الإيراني، وربما التحفظات عند الكثير من الدول العربية وغير العربية من الصفقة النووية، وأيضا التردد من الجانب الأمريكي من التدخل في كافة القضايا الساخنة في المنطقة بما فيها الخطر الإيراني. ولكن السعودية طبعا أيضا ولي العهد بالذات صاحبة رسالة اقتصادية من النية الحسنة التي تريد السعودية جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة على نهج رؤية 2030. فأظن أنه كما تفضلت نادية وغيرها أنه الرئيس ترامب بصفتي رجل أعمال مهتم أيضا في ما ربما ينجذب من فرص اقتصادية تتمتع منها الجانبين. نعم. شهدت أوروبا وأمريكا في الأعوام الماضية حملة مركزة على المملكة العربية السعودية، خاصة في وسائل الإعلام، اتهامات كثيرة في الكثير من بعضها غير محقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. الآن هل تعتقد أن الأمور ستتغير؟ أم ربما ستذهب إلى الأسوأ لأن إيران أصبحت في الزاوية أيضا؟ إلى درجة، أنا الآن أتكلم عن الشأن الأمريكي، إلى درجة أن الإعلام الأمريكي المنحاز إلى الحزب الديمقراطي لعب دورا متعاونا مع الإدارة السابقة، إدارة أوباما، في تسويق الصفقة الإيرانية على حساب السعودية، بمعنى أنه المبالغة في انتقاد السعودية إلى درجة ما ساهمت في تسويق الصفقة الإيرانية. أظن أنه هذا الشيء الآن ينتهي، لأنه ليس هناك هذه الرغبة من جانب الإدارة الأمريكية. أستطيع أن أقول أيضا في نفس الوقت أن الإعلام الأمريكي الآن، أتكلم عن الإعلام الليبرالي الديمقراطي اللي هو أغلبية المؤسسات الإعلامية، تقاوم إدارة ترامب وتنتقد إدارة ترامب بشدة، وكل حليف للإدارة الحالية تصير خصوم أو لا أريد أن أقول عدو، ولكن موضع نقد من جانب الإعلام الأمريكي. فهناك هذين الإشكالين، ويقع بينهما تغطية المملكة العربية السعودية في أمريكا. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من نيويورك الصحفي الأمريكي جوزيف براودي.